الختامي كان ناموسه علامه، نالته تكريم ناموس الختامي. وكل شيء كنت تعطيه اهتمامه تاخذ منه لي تريده بالتمامي. والرجوله والبطوله والشهامه تبغي الافعال ما جت بالكلامي. مفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها؟ أهيم فيها من صغر سني، أحبها وأحب طاريها، ولا لقيت السابق العابر سابق الشراية واشريها. يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها؟ أهيم فيها من صغر سني، أحبها وأحب طاريها، ولا لقيت السابق العابر أسابق الشراي واشريها. أسوق قيمتها وحسنها هدية من عند راعيها. أفرح أفرح بجيتها ودللها، واستحدث اسمها لجل أسميها. إلى لقيت ولا لقيت السابق العابر أسابق الشراي واشريها. أسوق قيمتها وحسنها هدية من عند راعيها. أفرح أفرح بجيتها ودللها، واستحدث اسما لجل أسميها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة ما روم أخليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها. لأنها التراث الماضي الحاضر مشهود حاضرها وماضيها. أجدادنا من قبل وصونا، وأحفادنا فيها نوصيها. ذكر الإبل جاء في كتاب الله ومحصنه عن بكرة أبيها. لا تصدقون لا تصدقون اللي ظلم حظه، له غاية يبغي يسويها. دكتور طب اتهمه الصحة لكن على راسه يضويها. لو يكتب كورونا سبب هلبل، ألبل من كورونا نبريها. على كثر من مات بكورونا ممات عامل يشتغل فيها. وعلاقة الرجال مع هجنه علاقة الدولة بهاليها. لو تمرض أصغرهن أو أكبرهن مجاه نوم لا يداويها. ويلايمي ويلايمي مالومك فلومك، ما قست الإعمار وحراويها. اللي لا غارت مع الدورة ما بينت بصمة مواطيها. تزهى الشعار اللي على الركبي وشعارها بالفعل زاهيها. تسبق ما تطلب من مسايرها، ما تجبره يستخدم آليها. عاداتها تسبق على يدها، تفرحني وتفرح محبيها. كم شاعر فيها نحت شعره، وكم مغنية مي حد مغنيها. سلام سلام لأهل الهجن من تالي، وسلام لي إنسان يغليها. يقوله اللي ما غفل عنها حتى على نفسها يبديها. يحضر غداها ويتفقدها، ولا يقبل غيره يعشيها. ونروح التدريبها العادي من حبها، روح يباريها. من حبه لشعبه بسط كفه، تعطي ما ترضى حد يعطيها.
مرحبا أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإنجازات الكبيرة لا يمكن نسيانها بسهولة، فعندما نذكر سباقات الهجن وأفضل المطايا التي مرت علينا في المواسم الماضية نتذكر تلقائيا تكريم هذه الناقة التي حققت إنجازا وتألقت بشعار مؤسسة هجن العاصفة على مدار السنين، وبالطبع لا ننسى ما حققته الموسم قبل الماضي عندما ظفرت بأغلى الرموز سيف الإمارات في مهرجان ختام المرموم، وكانت هذه المرة الخامسة التي تهيمن على سيف الإمارات خلال 7 سنوات. عبد التاريخ يا بطل التاريخ، ماذا أنت فاعل؟ فالداعي بالداعي، ذهب لا يليق إلا للذهب. أهني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على انتزاع بطله، بطل الفرسان ولي عهد دبي، حمدان العجائب، حمدان الإنجازات، حمدان التاريخ، فزاع ولي عهد دبي. أتعبت الذهب أيها البطل الحقيقي، ذهب لا يصدى، إنه أبو راشد أغلقت الموسم، أرضيت جماهيرك، سلام يا أهل الإمارات، سلام يا أهل الذهب. الفوز إماراتي، الفوز تاريخي، كرموا تكريم، كرموها بالزعفران، كرموها بالذهب، كرموها بالورد، قبلوها بعتاق ومن الجماهير والمحبين، قلدوها الشعار الإماراتي الأصيل، لأن فزاع، لأن أبو راشد أصيل أصيل، ذهب ذهب في حضرة الحكام، لابد من الظهور يا علي الجمري، أين التوقيت؟ ماذا فعل فزاع؟ ماذا فعل هذا البطل؟ ماذا فعل هذا الأسطوري الأسطوري التاريخي التاريخي؟ إن كان في الزمان معجزة، فإن أبو راشد أعجز هذا الزمان، أعجز هذا التاريخ، حطم الأرقام، حطم التواريخ، حطم التواقيت. سيف الختام، سيف الختام بقبضة فزاع، بقبضة هذا البطل، غياث الهلالي، غياث الهلالي اللي ما هو على بالك ولا هو على بالي، غياث يا غياث يا غياث الهلالي، جماهير أبو راشد. من استوديوهات قناة دبي ريسينج في ميدان المرموم نرحب بكم مع أولى حلقات برنامج الأصايل. لقد اتضح لنا أنه سيكون موسما مختلفا ومميز، لذا قررنا أن نواكب هذا التميز ونطل عليكم من ميدان المرموم يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 2 ظهرا، والإعادة ستكون في تمام الساعة 8 مساء، وذلك بهدف سهولة التواصل ومقابلة أهل الهجن والتواجد المستمر ومعرفة كل كبيرة وصغيرة في هذا المجتمع. دعوني في البداية نرحب بزملاء المحللين اللذان سيرافقونني في هذه الحلقة ليقدما لنا قراءة تحليلية للأحداث التي جرت في انطلاقة هذا الموسم الجديد، ونبدأ بالزملاء المستمرين معنا في جميع المهرجانات والمتواصلين مع جميع برامجنا التي ترعاها وتقدمها قناة دبي ريسينج. نبدأ بالزميل علي بن سالم أبو داود الدرعي، أحد المحللين المميزين في عالم سباقات الهجن، ونستمر كذلك ويستمر كذلك بتواجده مع انطلاقة برنامج الأصايل. رحبك بداية، رحبك أبو خليفة، مسي عليك بالخير، وعلى أبو حمد وعلى جميع متابعين عبر قناة دبي ريسينج، والحمد لله على هالساعة الطيبة لله عادنا و تلاقينا وياكم في بداية الموسم الجديد بعد انتهاء ختام المرموم، وإن شاء الله أن نقدم الشيء اللي ينفع هذه الرياضة وملاك هذه الرياضة. نعم،
كذلك نرحب بالزميل العزيز عبد الله بن حمد بن بهيان، كذلك أبو حمد من المحللين المميزين والذي ترك بصمات واضحة في عالم سباقات الهجن خلال الفترة الماضية. مرحبا بك يا أبو حمد. يا مرحبا ومسهلا يا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أبو سالم وعلى السادة المشاهدين أمام الشاشات، ونقول الحمد لله على العودة والحمد لله على ملاقاتنا بعد طول غياب، وإن شاء الله أن يكون هذا الموسم موسم حافل وموسم خير على جميع المشاركين والملاك، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم من خلال هذا الاستديو كل ما يتمناه أهل الهجن وأهل هذه الرياضة، ونقدم شيء يليق بهذا مستوى هذه الرياضة إن شاء الله. نعم، كما شاهدنا مشاهدينا الكرام من خلال أو سباقات الهجن تعتبر واحدة من أهم روافد التراث الإماراتي، والتي يقدم لها أصحاب السمو والشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود الدعم السخي، فهي إحدى الرياضات التراثية المتميزة التي مارسها الآباء والأجداد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشقاها من دول مجلس التعاون الخليجي. وبداية الموسم الجديد بداية قوية جدا، توزعت جغرافيا على مختلف الميادين. تحظى رياضة سباق الهجن باهتمام كبير في دولة الإمارات باعتبارها تراثا عريقا يربط الحضارة بالماضي، وتعد الإمارات من أكثر الدول التي تهتم بموروثاتها الحضارية والثقافية، وتسعى جاهدا للحفاظ عليها وتعريف الشعوب بمدى أهميتها لدى أبنائهم باعتبارها جزءا من حياتهم وخصوصيتهم وهويتهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية الأصيلة. فقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كل الدعم لهذه الرياضة، وسار على نفس الخطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من أجل تطور سلالات الهجن العربية الأصيلة والحفاظ عليها. كما أن أهل الهجن محظوظين باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه الرياضة الذي انعكس بشكل واضح في مجتمعنا الإماراتي، فلا يمكننا نسيان الندوة الدولية الأولى لرعاية الهجن التي عقدت عام 1992 تحت رعاية سموه التي شارك فيها 200 خبير وعالم من 30 دولة. كما يحظى أبناء القبائل وعشاق هذه الرياضة بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهذا الدعم دليل على حرص سموه في الحفاظ على إرث الماضي الغني وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة. أما فزاع الأصالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لديه ارتباط خاص بالإبل وسباقات الهجن، حيث يحرص سموه على الحفاظ وتطوير الرياضات التراثية بشكل عام وسباق الهجن على وجه الخصوص. وقد انطلق الموسم الجديد مع مهرجان عيدية العيد الذي تألف من عدد كبير من الأشواط، وتزين ميدان المرموم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الذي حرص على متابعة مجريات هذا المهرجان. ومن ضربة البداية اتضح لنا أن هذا الموسم سيكون مختلف عن باقي المواسم، وستكون المنافسة فيه على أعلى مستوى. والانطلاقة الثانية كانت عبر تمهيد المرموم، وهي مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، والتي شهدت تنافسا مثيرا بين أبناء القبائل ومختلف الشعارات. كما افتتحت عاصمة الميادين الوثبة موسمها يوم الخميس الماضي، والذي سيتضمن العديد من السباقات والأحداث الكبرى، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد ابتسموا الملاك والمضمرين في مهرجان حاكم الشارقة الذي أقيم في نادي الذيد لسباقات الهجن بالإمارة الباسمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. الإثارة لم تتوقف فقط عند ميادين الإمارات، بل وصلت أيضا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة التي شهدت تنافسا حقيقيا مع منافسات مهرجان ولي عهد السعودية الذي أقيم في محافظة الطائف تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
جميع هذه المهرجانات والسباقات مجرد بداية، والموسم سيكون عامر بالمفاجآت لمحبي هذه الرياضة التراثية وعشاق الأصايل. كما شاهدنا في التقرير، ضربة البداية في هذا الموسم كانت في ميدان المرموم، هذا الميدان الذكي الذي يحظى بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وذلك بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. نتوجه لهما بجزيل الشكر والعرفان على هذا الاهتمام والدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد. بسالم، ضربة البداية مع مهرجان عيدية العيد واسم على مسمى في بداية انطلاقات الموسم. بداية أبو خليفة الشيخ حمدان الله يطول عمره ولي عهد دبي دائما يسعد جماهير هذه الرياضة، وليس الجماهير اللي هي موجودة في دولة الإمارات، أيضا جماهير الخليجية بشكل عام، بوضع دائما جائزة تسر ملاك الهجن وتسعيره ممتازة. عيدية العيد وضعت أول بداية العام، والسنة سموه يامر أيضا بإقامة هذا المهرجان، وأصبح شيء سنوي جميع ملاك الهجن يستعدون له. شفنا حلال أركض في عيدية العيد على مستوى عالي، أبكار استوى فيهن مشتريات عالية، الأول ثاني ثالث، في بعض الأشواط لين الخامس استوى مشتريات. فالشيخ حمدان الله يطول عمره بداية الموسم أسعد ملاك الهجن بهذه التسعيرة اللي وضعها في ميدان المرموم، ودائما سمو الشيخ حمدان، احنا لو نتكلم ما نتكلم الشيخ حمدان، الشيخ حمدان كل ما قلت له شيء قال تم، وهذا حب يعني يعطيك يعني أن هذه الرياضة في خير ما دام أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب الشان هم محبين لهذه الرياضة. هذه ضربة البداية في تاريخ 24 هذا المشهد اللي ينتظر عشاقه والله هذا دائما أبو راشد الله يطول عمره معودنا على هالمشهد، ولكن احنا شفنا مشتريات حول 30 لجية انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة هجن العاصفة. نعم. ودعم هذه المؤسسة بالسبق دل على شيء، دل على أن هذا الدعم اللي يأتي من 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 أصحاب السمو الشيوخ هو دعم لتشجيع هذا الموروث، ويعني استكمال مسيرة زايد الله يرحمه والشيخ راشد، واليوم الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد الله يطول عمارهم، والشيخ حمدان والشيخ محمد بن زايد يكملون هذه المسيرة مع حكام الإمارات. وهذه الفرحة أبو خليفة، وجود سمو الشيخ حمدان رغم مشاغله ولي عهد دبي في الميدان وحضور هذا المهرجان عيدية العيد أسعد جميع ملاك الهجن، واستوى البيع بكثرة، أول وثاني عند محمد مطية عند مطيتين. نعم. الله وفقه واشتروهن وتسعيره من 1.5 مليون لمليون و200 للمليون للمليون 800، فهذه بركات الله ثم بركات سموه. نعم الله يطول في عمره. أبو حمد، دعم كبير وسخي وتواجد في جميع السباقات والمهرجانات من قبل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الذي دائما ما يدعم سباقات الهجن وجميع الرياضات بشكل عام، ولكن الهجن لها عشق وشيء خاص في قلب سموه. الله يطول عمر بن راشد حمدان بن محمد، لو نتكلم في حقه قليل ابو خليفه، لكن احنا من عرفنا سمو الشيخ حمدان بن محمد من بدايه نشاته في هذه الرياضه وتاسيسه للعزبه، وهو دائم يدعم ملاك الهجن بالسبق بالمشترى، ويدعم عزبته كذلك بالسبق، إن كان ناقة منتج اشتراها، وإن كان بعير منتج اشتراها، وإن كان مطية ركض وسابقة اشتراها، فدعمه مستمر على شتى المراحل، وحضوره اللي متكرر دائما في هذا الميدان يدل على شيء، يدل على حبه لهذه الرياضة. فبداية الموسم يحضر سموه بنقول من تاريخ 24/8 كانت ضربة البداية وأول فال نقدر نقول لملاك الهجن، هذه المكرمة اللي تكررت للمرة الثانية على التوالي عيدية العيد. عيدية العيد لها فرحة ولها طعم خاص، ولها ناس من بداية الموسم هم يحسبون لها حساب، ومن بداية المقيضة هم يحسبون لها حساب، وكل حد يتمنى
أنه يشارك بها وتكون طيته جاهزة. فالمشاركة فيها ناموس والمشاركة فيها بحد ذاتها فرحة. والمشترى اللي صار فيها أبو خليفة استوى مشترى ما شاء الله تبارك إحنا من الرحمن نتشارك فيدي في القروبات قلايص هجن العاصفة والركاب اللي مشرايات اللي يعني تقريبا مثل ما ذكر أبو سالم حول 30 في سن اللقاء كذلك استوى مشتريات في سن اللقاء اللي أصفن الإذاع. فدعم كبير لهذه الرياضة نتمناها إن شاء الله يتم ويستمر. وإحنا صراحة أبو خليفة في هذا الموسم كملاك هجن نعتبر السنة هذه السنة استثنائية, يعتبر العصر الذهبي لهذه الرياضة. من بداية المقيض من بعد ختام دبي استوى البيع مستمر, المشتريات مستمرة سواء من كان من هجن العاصفة أو من الملاك والتجار في سن الفطامين. وصلت الفطامين عندنا هذا الموسم أسعار جدا طيبة. نعم هذا في شوط, نعم بكرة هذا أول الأشواط, بكرة بن عنتر اللي عند العمانية هذا أول الأشواط. هاي بكرة حظ, بكرة غاسي بن سالم بن أحمد وهيبي. نعم. هاي البكرة جابت أفضل توقيت في ميدان الوثبة 4:17 سجلت في ميدان الوثبة قبل يعني عيدية العيد. شوف الحضور بسالم وكثرة الركاب اللي مشارك في هذا الشوط. البكرة يعني أركضها بن عنتر في الشوط الأول وكسرت 2 في الوثبة. استاهل. وعدها العدة للمركاض اليوم هذا. والبكرة اللي الثاني بكرة راعي صوغة بكرة سبوق, وبكرة بن نافع الكتبي صاحبة أفضل توقيت في ميدان دستور قبل تسعيره تقريبا بثلاث أسابيع يعني جايبة أفضل تيم بنت متعب الصغير. فالحلال اشترك أبو خليفة في 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 هذا الركض في هذا الشوط بالأخص ركاب كلهن يعني ندر الحلال الموجود في الوقت الحالي. وتوقع أن البكرة هذه حظ بيكون لها حضور وتواجد في أشواط الرموز في طول الموسم هذا. شوف بكرة راعي صوغة ما شاء الله وحظ, وبكرة بن نافع, بكرة بن نافع قبل الركض نعم. وصلت ما يقارب 800,000 لكن عبد الله بن علي ما رضى يبيعها إلا بعد يدخلها نعم. التسعيرة واشتروها البكرة الثالث وخذوها. كيف شفتوا مهرجان يومين صخب إعلامي كذلك مطايا جودة من نوعية مميزة وجودة راقية في أول الموسم, تتكلم في نهاية شهر 8 يعني أنت توك بادي الموسم, كيف شفت جودة هذه المطايا؟ والله النوعية اللي اشتركت أمس أبو خليفة في عيدية العيد من أفضل يعني الهجن العام لها منافسات أصحاب يعني في الختاميات حاصل على المركز الأول على المركز الثاني. نعم. العرب يمكن في الفترة هذه المواسم هاي الجاية والموسم هذا أصبحت تعد حلالها من وقت أبو خليفة لأن نعم. الختاميات تقدمت علينا, فكل مؤسسة تطمح أنها تأخذ السبق من بدري. فأنا أشوف أن مؤسسة هجن العاصفة وضعها تسعيرة عيدية العيد في أول موسم جدا ناجحة ومتميزة. عندك الحلال حظ, وعندك بكرة راعي صوغة, وعندك قعود بن دربش, والحلال اللي اشتروه كل حلال عام له ماضي طيب ولها منافسات طيبة في الختاميات في ختام نعم. المرموم الوثبة سواء في ختام المملكة العربية السعودية. فأنت اليوم يوم حطيت التسعيرة ووضعتها بالوقت هذا التاريخ هذا العرب كلهم مستعدين. حظ صاحبة أفضل توقيت في ميدان الوثبة من مدة 3 أسابيع, بكرة راعي صوغة اللي هي سبقات وصاحبة تيم متميز, بكرة الكتبي في ميدان دستور هني عندنا كاسر التيم نعم. قبل 4 أسابيع فكلهم اجتمعوا في شوط واحد. نعم. فالشيخ حمدان الله وهذا يطلع. الهدف اللي يريده اسمه الشيخ حمدان أبو حمد والجاهزية يجمع هذه النخبة من المطايا, وهذا سر النجاح. إذا أنت تبغى تنجح طول عمرك تدور نقوة السبق, نقوة الأصايد نعم. تدعم عزبتك. صحيح المشتريات والسبوق ما لها وقت أبو خليفة سواء في شهر 8 أو في شهر 4 دامك طيب. تلقى السبوق وتدعم عزبتك تبغى الرمز اشتر في أول من أول وقت حنا أول عمرك عيدية العيد استوت على مرحلتين يومين بعد عيدية العيد استوى عندنا المركز الصيفي هذا نعم. بدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول العمر استوى بمشتريات نعم كثيرة في بوسالم ويشكر نادي دبي أيضا على هذه البادرة الطيبة نعم. صندوق وهجن العاصفة أيضا اشترت ما يقارب من 8 إلى 6 مطايا في, 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 في هذا اليوم. فمؤسسة هجن العاصفة يعني مؤسسة مستمرة في المشترى مع طول الموسم. خليفة الوقت الأولي ويذكر أبو سالم الوقت الأولي وقت اللي ركض بداياته شهر 8 الحين احنا في 24/8 تسعير وبيع نعم. الأول في هذا الوقت الركاب عدهم ما خبن
العرب مقيضين ويخرون عليها وقت شيبانة ولولية فعلا. لكن الحين الدعم اللي فعلا تتكلم عن مهرجان في بداية مهرجان في هذا الوقت. نعم مهرجان في هذا الوقت وبيعات وتسعيرة 1.5 مليون. الموسم من بدايته مولع دعم كبير صراحة. نعم 4 أيام كانت مليئة بالإثارة في ثاني المهرجانات في المرموم, وهو مهرجان تمهيد المرموم والذي لفئتي اللقاية والإذاعة لهجن أصحاب السمو الشيخ وهجن أبناء القبائل كذلك, وهي مكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية, والذي عودنا على إقامتها بشكل سنوي وينتظرها مجتمع الهجن في نفس الوقت في كل عام بفارغ الصبر. نتابع هذا التقرير سويا ولنا عودة للتحليل بعد ذلك. انطلقت صباح الأحد الماضي سباقات تمهيدية المرموم لفئتي اللقاية والإذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل, والتي تحظى بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. هذه المكرمة التي لم تنقطع منذ عشرات السنين والتي ينتظرها الجميع في نفس الفترة من كل عام, وهي تعتبر فرصة حقيقية لملاك الهجن للوقوف على الجاهزية للموسم الجديد, حيث يحرص سموه على إقامة هذه المكرمة سنويا قبل بداية الموسم للارتقاء بهذه الرياضة التراثية العريقة ولتحفيز ملاك الهجن من خلال التسعيرات والجوائز العينية والنقدية. كما تعزز المكرمة التقارب بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي. شهد اليوم الأول صراع قوي ومثير بين المطايا المشاركة, واستحق العفريت بشعار خليفة سلطان بن رشيد الكتبي أن تكتب اسمها على الصدارة في أول أشواط تمهيدي المرموم, وذلك بعد أن فازت بالشوط الأول لسن اللقاية البكار المحلية. هاي مكرمات نظام القاهي طول عمره, هاي طول العمر مكرمة كل سنة سنوية, ونحن حاسب الأحسام من الحب من سنة لسنة ونتريها. العفريت اليوم قدمته في الشوط الأول واستحقت أن تكون بطلة الشوط. والله يطول عمر العفريت بكر سبوك. نعم. ومحضرين لهذا المركاض وحاطين في بالنا هذا المركاض انه حق العفريت ان شاء الله. دلالته ونتائجها الماضيه تاهلها انها تاخذ يعني شوط رئيسي؟ نعم بكر لها عده سباقات في ميدان الهباب. نعم. وبكر صعبه, مو بس بكر يعني من البكار اللي مركضات العام, ولا بكر السنه مرصصه في شهر 7. نعم. نعم وبكر سبوك وابوها الغزال بعير اليابوني. نعم. تحب هاي السلالة؟ هاي السلالة أنا أموت عليها. نعم. والله يا طويل العمر هذا طعمك مكرمة الشيخ حمدان طويل العمر, نشكر عليها طويل العمر لأنها طويل العمر مكرمة طيبة والناس طال عمرك حاسبين الأحساب والحمد لله وتوافيز نصيبها. كما تمكنت الفاتنة من إنهاء منافسات الشوط الثاني لسن اللقاية لبكار المهجنات لصالح مالكها السالم سعيد المهيري. أما الشاهين فهو الذي كان نجم الشوط الثالث لسن اللقاية الجعدان المحليات وأهدت النصر لمالكها عبيد سالم صبح الغفلي, فيما تألق وحيد المملوك لراشد المر سعيد بن حلوة الكتبي في الشوط الرابع ليكون بطل هذا الشوط لسن اللقاية الجعدان المهجنات, وقطع مسافة السباق في زمن قدره 5 دقائق و52 ثانية و3 أجزاء من الثانية, وكان هذا أفضل توقيت. وحيد طال عمرك سبوك وعادينا حق الشوط هذا, هل توقعت من أن يجيب هذا التوقيت؟ متوقع ما حطيت الشوط الأول إلا متوقع منه. يعني أنتوا ما شاء الله مهوين من السعودية وجيتوا وشاركتونا مشاركة فعالة, شو تقولون في الركب هذا؟ والله نشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد على هذه المكرمة. الله يطول عمره. وكل سنة نحن نستعد لهذه المكرمة لازم. نعم. نستعد. أنتوا اليوم تجهزون المطية السبوق ولا تجهزون السلالة؟ أكيد المطية السبوق وأكيد السلالة لازم يعني. اليوم الثاني في تمهيدي المرموم استحقت عنابة لراشد محمد راشد بن غدي الكتبي الحصول على صدارة الشوط الأول لإذاع البكار المحلية. عنابة قاومت حتى يعني اللحظة الأخيرة واستطاعت أن تحقق الناموس. الحمد لله طويل العمر, هاي البكرة بنت ولد شاهين المهيري. نعم. ويا طويل العمر البارحة كانت متعلقة الحمد لله السنة مدرب الأصوات. البكرة توقعت منها اليوم يعني تقدم هذا العرض الطيب؟ الحين توقعنا من العام إن شاء الله من العام, بس العام كانت متعلقة شوي. نعم. والسنة الحمد لله يعني اليوم نقول الشوط الأول يفرق عن الأشواط كلها, يعني مزته ولقاءاته وحدي المشاركة في الشوط الأول يعني لها طعم خاص عند بن غدير.
ما يحتاج. الشوط الأول أهم شوط في الركض كله. نعم. من استوى الركض وعرفنا الركض أن الشوط الأول أهم شوط عندنا. أنتوا العام الماضي محصلين البيرق وهذا الموسم ممكن يعني أنكم تكونون أقوى المنافسين فيه، هل تتوقع للبيرق هذا الموسم يعني أنكم تحضرون في حضور قوي؟ والله نحن مجهزين للبيرق السنة أكثر عن السنة اللي طافت، والمشاركين ما يستهان بهم، والركض هذا ما تقدر تضمن شيء. شارة حمدان برايت كل موسم تشاركون فيها كل موسم، ولا شو تقول فيها يعني هذه الشارة اللي يقدم اسمه الشيخ حمدان برايت كل موسم؟ الله يطول بعمر الشيوخ كلهم. نعم. مو مقصرين في الركض، خاصة في الركض هم مقصرين في شيء، والحمد لله يعني هاي الشارة وغير الشوار كلها نحاول ما نفرق الأشارة. فيما حسمت شبابة لمحمد سهيل عويضان العامري الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات مسجلة زمنا قدره 5:59.07 وكان هو التوقيت الأفضل في جميع أشواط هذا اليوم. النهاية سلام يا ند الشبا، سلام سلام يا بن عويضان، سلام تهانينا للسيد محمد بن سهيل بن عويضان. انتم مستعدين هذا الموسم للركض خاصه ان ابوك يعني من العام ويهدد؟ والله مستعدين، احنا قالبي وراهم الحين. انتم ما وراهم، انتم الحين قدامهم. لا بعدنا ان شاء الله، انتم قدام ان شاء الله. موفق يا سيد، احنا باك دائما موجود، ويعني وجودك في الساحه ممكن يعني انه يغذي الميدان، وانت روحك يعني شخصيا اذا حضرت بتشوف الهجن حتى مستواها غير يتغير ان شاء الله. طول عمرك. وفي الشوط الثالث نجح مغذي المملوك لعبد الله محمد عويضان العامري في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات. شباب اليوم ما شاء الله ما قصرت. والله الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله، وبكرة سوق. نعم. بارك الله فيها. سلالة تبوي والله الشبابي. نعم. لو قلنا اليوم محمد يعني بن عويضان سجل 4 نقاط، شوطين رئيسيات وشوطين بعد الرئيسيات، شو تقول؟ والله قول الحمد لله على التوفيق، ونتمنى المزيد إن شاء الله في اليوم ودو. نعم. هجن ابو حمد مستعده؟ والله مستعده والتوفيق بيد الله. نعم. لو قلنا مغذي شبابه يعني هذه الارشاب قدم يمكن عرض ومستوى كبير عند هجن بن عويضان، انتم اليوم متوقعين من هذا الفوز؟ نعم الحمد لله رب العالمين، الكاب طيبات. نعم. ولو ما توقعنا ما سرنا في الشوط الرئيسي. نعم. غير الكاب انه هو نعم الحمد لله رب العالمين، ومن بعد الله توفيق لنا. هذا الموسم ابو حمد غير يقولون. الحمد لله رب العالمين، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. وفقين ان شاء الله. حياك ربي. أما رابع الأشواط فقد اتجه فداع لسحمي سعيد فلاح الإحبابي إلى الصدارة، وكان هو صاحب المركز الأول للشوط الرابع للجعدان المهجنات. فلاح مع فداع، سحمي بن سعيد بن فلاح الإحبابي، سلوم عيناوي، سلام على فوز فداع بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين لسعيد بن غانم بن يري والمنصوري. أما اليوم الثالث فقد كان مليء بالإثارة، حيث دشنت الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركاتها في تمهيد المرموم من خلال تحديات سن اللقاية. وكان لقب الشوط الأول مخصص للبكار المحليات بالنصيب هجن العاصفة عن طريق الشاهينية الذي دفع بها المضمر غياث الهلالي. وقد استحقت لقب الشوط الثاني للقاية البكار المهجنات شهلولة بقيادة المضمر راشد حمد حلفان المري، والذي أكد من خلال هذه المشاركة أن هجن النايفات القادم من السعودية على أتم جهوزية للموسم الجديد. وعادت مؤسسة هجن العاصفة إلى الصدارة مجددا في الشوط الثالث المخصص لسن اللقاية الجعدان المحليات عن طريق شاهين. وبنفس الشعار استطاع شاهين الآخر من إهداء ناموس الشوط الرابع المخصص للجعدان المهجنات إلى هجن العاصفة، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 5:58.02، وكان هذا التوقيت الزمني الأفضل في هذا اليوم، والذي شاركه أيضا بطاش لهجن زعبيل، والذي قاده المضمر راشد محمد مرشود للفوز بلقب الشوط الثامن المخصص للجعدان المهجنات. بهذا الأداء المركز الثاني الصعب سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد مكتوم. وقد اختتمت تحديات الجولة الأولى من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تمهيدي المرموم في اليوم الرابع بمنافسات سن الإذاع لهجن أصحاب السمو والشيوخ، وقد نجحت الشاهينية بشعار هجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي في حسم صدارة الشوط الأول للإذاع لبكار المحليات. أما الشوط الثاني الذي خصص للبكار المهجنات شهد ظهور مميز من السايحة المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت قيادة المضمر محمد سعيد بن حلوة، وقد استحقت الفوز باللقب بجدارة. أما هجن النايفات فقد كان لها تواجد قوي في هذا اليوم، حيث تمكن المضمر راشد حلفان المري من قيادة شهلول إلى الفوز بالشوط الثالث المخصص لسن الإذاعة الجعدان المحليات. مع شهلول في المقدمة والنايفات
تفوز أيضا بهذا الشوط. المركز الثاني أدهم لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد. ولم يكتفي راشد المري بهذا الشوط، بل تمكن من تكرار النصر مرة أخرى في الشوط الرابع للجعدان المهجنات عن طريق شهلول الآخر. أما بخصوص التوقيت الزمني الأفضل في هذا اليوم، استطاع تحقيقه الخطاف بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تحت قيادة المضمر سيف عتيق العميمي، والذي نجح في الظفر بناموس الشوط الرابع لإذاع الجعدان المحليات في زمن قدره 6 دقائق و1.07 من الثانية. ومعلن ناموس، ها هي لحظة الوصول، هنا تهانينا بهذا الأداء المميز والانفرادة الجميلة المتميزة. سباقات مثيرة وممتعة نبدأها مع اليوم الرابع الذي خصص لهجن أصحاب السمو الشيوخ للسن الإذاع على مسافة 4 كيلومترات، وأبرز ما رأيناه في تمهيد المرمومة عن طلاقته ورابع الأيام و14 شوط وزعت بشكل مختلف تماما. هجن العاصفة حققت المراكز الأولى، هجن النايفات، هجن زعبيل، كذلك هجن ند الشبة، وهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سالم. توزعت يمكن الأشواط، لكن الجميل أن نرى شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ في بداية الموسم في انطلاقة تمهيد المرموم. والله احنا مثل ما تفضلنا أبو خليفة في بداية الكلام، نقول شوط السنة موسم استثنائي، وشفنا هجن أصحاب السمو الشيوخ في بداية الموسم وتمهيد المرموم. ومعروف تمهيد المرموم الله يطول عمر بالشيخ حمدان بن راشد، دائما هجن أصحاب السمو الشيوخ يكون لهن جوائز قيمة. شفنا هجن العاصفة، هجن النايفات، هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد، هجن زعبيل، أيضا شفنا لهن حضور. أول الأشواط كان عند هجن العاصفة، ضربة البداية وغياث الهلالي. يمكن أول مرة نشوف في بداية الموسم تشاركنا هجن المملكة العربية السعودية وهجن النايفات، وهذا شيء صراحة يسعد جميع ملاك الهجن سواء هنا في الدولة وفي المملكة العربية السعودية وفي الخليج. وأيضا أنت أبو خليفة يوم تشوف المؤسسات هذه الكبيرة تشارك في هذه الأشواط يعطي حماس للمتابع في متابعة هذه الأشواط. هجن العاصفة بداية طيبة في هذا الموسم. نعم، مثل ما تفضلنا شفنا أيضا هذه يمكن من مشتريات أول الموسم، هالحلال اللي نشوفها يركض. نعم، أبو سالم اليوم أبغى أتكلم في هذه الحلقة فقط حلقة تعريفية، أبغى أتكلم فقط عن الدعم الكبير لهذه الرياضة، عن تواجد كذلك هذا التمهيد اللي استمر أكثر من عشرات السنين بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ونوجه له الشكر والتقدير لما يقدمه لعالم سباقات الهجن. محمد صراحة يشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الدعم المستمر اللي تعدى مرحلة 30 سنة وهو يدعم هذه الرياضة. صحيح، والشارة هذه السنوية اللي وضعها طول عمرك المهرجان بداية الموسم تمهيد المرموم، تقريبا 256 شوط توزعت على هجن أبناء القبائل، هجن أصحاب السمو الشيوخ 120 شوط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، كذلك 136 شوط لهجن أبناء القبائل، ومنها 16 سيارة. نعم، على موزعة 8 للشيوخ 8 للجماعة، و16 ساعة كذلك 8 للشيوخ 8 للجماعة، دعم سنوي مستمر، كذلك إضافة التسعيرة في هذه الشارة في هذه المكرمة. شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بداية الموسم، والعرب يحسبوا لها حساب من موسم التام موسم، ودعمها سمو الشيخ حمدان بن راشد ما نشاهد إلا في سن محتصر على سن اللقاية والإذاع، كذلك في سن الفطامين في شهر 6 وضعت تسعيره. نعم، ومشتريات مستمره من هذه في هذا السن وفي هذا الوقت. نعم، سمو الشيخ حمدان بن راشد داعم كبير لهذه الرياضه سواء بالمشتريات او بالفحول اللي متواجده في محمياته، وتسعيره ثابته وكل سنه العرب يركضون عليها، وبدايه عباره مهرجان في اول مراكز جاهز لها ابو سالم. والله يعني الكل جاهز، والشيخ حمدان الله يطول عمره كل سنه التسعيره واضحه، يعني اول وقت على 1,000,000 والجعدان على 800، ومن ثم على 1,200,000 ومليون الجعدان، ومن ثم الختامي على 1,000,000 على 1,500,000
البكار والجعدان على 1,200,000. نعم. فأنت يا مالك الهجن لك حرية الاختيار وين تبى تروح، أم بغيت في أول وقت ولا في النص ولا في النهاية. والشيخ حمدان الله يطول عمره، حن مهما تكلمنا عنه ما نوفي حقه، ومن الداعمين الرئيسيين لهذه الرياضة، ودائما يشتري ويدعم العزب اللي عنده سواء كان مضمرين أو هجن زعبيل. ووجود سمو الشيخ حمدان بن راشد في هذه الرياضة مكسب كبير لملاك الهجن سواء على مستوى الركض أو الانتاج. الشيخ حمدان الله يطول عمره ويجزاه خير، الركض يشتري والحول موجودة. وبو خليفة، بما أننا احنا الحين في بداية الموسم أيضا ونتكلم عن الركض ومجال الركض، نعم، احنا ملاك الهجن دائما يقولون أنتوا نبغيكم توصلون رسالة عبر الأثير في في في, في القنوات، أن الجماعة في بداية الموسم يكون في مناخات على الحلال والبوش يبغون ينوخونهن. نعم. فحن نطلب من المؤسسات مثل مؤسسة هجن الرياسة، مؤسسة هجن العاصفة القائمين عليهن، هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد، الزمول هذيلا. احنا ما نتكلم عن الزمول المنتجة بالدرجة الأولى، نتكلم عن الزمول اللي هي ماخذ سيارة وسيارتين وثلاث، أن يكون فتح الضراب عليهن يكون في بداية شهر 9، أساس أن ملاك العزب يستطيعونهم من أخون حلالهم في بداية الموسم ويستفيدون من 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 هذا الشيء. نعم. فاحنا نتمنى إن شاء الله أن الأخوان هم يقصرون. نعم. نعم. لكن نتمنى هم يسمعوننا الحين، نتمنى أنهم يتجاوبون عن مطالب الناس بيفتحون، يعني مش الزمول اللي هي مثل ما تقول الزمول اللي هي درجة أولى، الزمول اللي هي درجة ثانية المنتجة صحيح. يعني الزمول لكن السلالات طيبة، كلنا صايل ما ذاك كلنا صايل ما في هنا ردي، والبركة عند الله والبركة. نعم. لكن العرب يقول لك احنا نبغى نوخ من أول وقت صحيح، وفي شريحة كبيرة ينوخون في أول وقت. نعم. يتمنون ذيك الساعة الزمول. نعم نعم، نتمنى ذلك وما بيقصرون وياكم، ولكن احنا مثل هذه النقاط نعم هذه المكرمة ولا مقطوع في حديثك ابو خليفة، شفنا العام منها العزوم مشرية عمت الأول ماخذ رموز، والعام قعود بن غدير المشري من عنده في نفس هذه التسعيرة، العام هني في ختام الوثبة خذ رمز، وعندك مطفي مشري من عند بن دغاش بعد ما أخذ رمز من نفس المكرمة. فالحلال اللي يشتري الشيخ حمدان من 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 بداية هذا الموسم دائما يكون له وجود وتميز في الختاميات. نعم، وفعلا هذه السلالات مثل ما قال أبو سالم صايل، وفي نهاية المطاف هذه الرياضة دعم من أصحاب السمو الشيخ لأبناء القبائل بشكل عام. في مداخلة على تمهيد المرموم قبل ما ننتقل لعاصمة الميادين الوثبة؟ نعم. إذا دشنت عاصمة الميادين الوثبة موسمها الجديد هي الأخرى يوم الخميس الماضي، وذلك تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام ودعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقبل أن نذهب معكم لنرى ردود أفعال الملاك والمضمرين الذين حرصوا على المشاركة في أول أيام منافسات ميدان الوثبة، يجب علينا أن نتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة. دعونا نشاهد ردود الأفعال للمشاركين ومدى استعدادهم لموسم جديد، ثم لنا عودة. اشتركنا اليوم هنا في الشوط الأول المفتوح قعودي رابع، وفي شمل حلال شارك في سويحان بعد سبق الحمد لله اليوم، والتوفيق من الله. ونشكر أصحاب السمو على الدعم اللامحدود لهذه الرياضة، هو مشترى والدعم بالشور والخيرات، وبيض الله وجوههم ونقول طول عمرهم. مشاركاتكم العام كيف كانت؟ والله مشاركات العام زينة، والعام سبق عنا سبقنا بالكبرى، وسبقنا بداية الموسم الحمد لله العام سبقنا تقريبا فوق 5 وبعنا على الرئاسة. تجهيزات طيبة الحمد لله، والأمور كلها عدلة. وين كان مقيضكم؟ والله مقيضني في الذرع، ميدان الذرع ولاية مضيب نيابة سنو. يا حي وسلام. مشاركاتكم هالموسم هذا؟ والله توين بعد نجهز وندخل الكاب، وإن شاء الله التوفيق ننتظر إن شاء الله سبق الناموس. وين الأشواط اللي مشاركين بها؟ والله مشاركين في الشوط الأول قعدان زين، والحين بعدني باقي أشواط. حماس بعدها ما بدأ الحين، أول وقت حنا مثل الركاب ما نجهز إلا بعدين، حتى حماسنا هي بعدين. والله إن شاء الله تجهيزات قوية إن شاء الله، ونطلب الله التوفيق إن شاء الله. المقيض وين كان؟
والله في الدار هني ما خزنا برا. نعم المقيضة بين الشاد وبين ملاقب. مشاركاتكم هذه الأولى في الموسم هذا؟ نعم أول مشاركات الحين تونا بسم الله يعني تعرف شهر 9 الحين. نعم وفاجئونا الرئاسة بالتسعيرة جزاهم الله خير ودعم الشيوخ دائما يفاجئونا ترى ونطلب التوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. مشاركاتكم في العام كيف كانت؟ والله مشاركاتنا طيبة يعني ما شاء الله شاركنا في أشواط قوية دخلنا في أشواط الرموز جينا حول الثالث والرابع وسابقين كذا شوط العام في الاختاميات وفي أول الديوان ونطلب الله التوفيق السنة إن شاء الله. موفقين في أي شوط مشاركين؟ والله شاركنا نحن في الشوط الأول ومشاركين الحين في الأشواط الجاية إن شاء الله في كل الأشواط تقريبا يعني تعرف أنت حقائق أول الاشتراكات الحين دور جهوز الحين بس ما نطلب منها نسبق اليوم نطلب الجهوز بس. والله توني بعدين في الموسم بداية الموسم هذه إن شاء الله نتمنى من الله التوفيق. وين مقيض؟ في عمان سلطنة مشرف. ولو تكلمنا عن مشاركاتكم هذه أول مشاركة في الموسم؟ أول مشاركة عبارة في الإمارات. نعم. والمشاركات القديمة؟ والله في مشاركات في سابق وفي بيع تسعيرات لكن رموز ما شيء نتمنى الخير إن شاء الله. والله مشاركة طيبة شاركة رعاد في الشوط الأول في المجسم مجسم هين الرئاسة وسباق القعود والله يوفقنا وياهم إن شاء الله. القعود سبوق من ماذا أقطع من هزيمة القعود ما شاء الله. شو نوع سلالتي؟ والله سلالتي ولد الحنيش بعير محمد بن صالح بن حفيش اليامي. السلام. وين قيض؟ قيض في نجران على الحد الجنوبي. عسبتي متنومس؟ نعم. والسلام أهديه إلى أهالي نجران ولا رجال يام على الحد الجنوبي. والإنجازات اللي تكلمنا عن إنجازات المطية وش إنجازاته؟ والله القعود ما سبق ما شاء الله ما سبق في نجران سابق وسابق في مهرجان ولي العهد ولي العهد محمد بن سلمان في الطائف والقعود ما سبق الله يبارك فيه. والله هذا الموسم مغاير عن جميع المواسم بدأ مبكرا في هذا العام كان بداية الموسم السباقات في شهر 10 لكن هذا الموسم بدأ في تاريخ 5 من شهر 9 وكما تشاهدون يعني الناس في أتم الجهوزية ونشكر سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأخيهم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد وشعلة النشاط معالي الشيخ سلطان بن حمدان على الدعم والاهتمام والمتابعة لهذه الرياضة. أكيد مو مقصرين. لو تكلمنا عن المقيض وين مقيضين؟ والله نحن مقيضين في عمان ويايين مشاركين ضمن المشاركين. هذه مشاركتكم الأولى؟ نعم في هذا الموسم مشاركة الأولى. أول عمر الشيوخ جزاهم الله خير ما قصروا وهذه أول تسعيرة تنحط في الموسم والمواطنين مجهزين الحلال ومستعدين والله نتمنى توفيق جميع المواطنين ما شاء الله. آمين أجمعين. وين قيض؟ والله في السعد قيضنا ويشير في السعدنا. والله هذه أول مشاركة البكرة الثانية عندنا وهذه بداية إن شاء الله. والموسم اللي طاف كيف كانت مشاركاتكم؟ والله الموسم اللي طاف الحلال في وعكة صحية عندنا وما الله وفق سبحان الله والسنة بداية طيبة إن شاء الله. أي شوط كنت مشارك فيه؟ الشوط الرابع وبكرة الثاني. ناموس تستاهل خير وعافية. الأداء طيب والركض طيب. ولو تكلمنا كيف شو سلالة المطية؟ سلالتها على مساحة بين شويل وأمها مهجرة. وين قيض؟ البكرة مش رايح جايت من السعودية. السعودية مقيضة في السعودية؟ نعم صحيح مقيضة عند أحمد بلوي شرانها منه. وشو إنجازاته؟ إنجازاتها سبق. بداية مثيرة ولاحظنا تواجد الجميع جميع أبناء دول مجلس التعاون العاشقي لسباقات الهجن متواجدين مع انطلاقة سباقات ميدان الوثبة والبداية تبشر بالخير كذلك في ميدان الوثبة. أبو حمد أبو خليفة الدعم مستمر لهذه الرياضة سواء في ميدان الوثبة أو ميدان المرموم وشاهدنا هجن الرئاسة هنا أعلنت عن تسعيرة في بداية التمهيديات في مهرجان الوثبة سواء في سنة الحقائق أو سنة اللقاية كذلك سوت إضافة السنة هذه في سنة الإذاعة. نعم. نتمنى الجميع حرصة وكثير من ملاك أنهم يشاركون مثل ما شاهدت الحضور الكبير في هذا الرياض في هذا الميدان في أول بداية مهرجان أول بداية التمهيدي
الدعم اللي قدمته هجاء الرئاسة بحيث أنها وضعت التسعيرة وتقديمها لشارة الديوان من بداية 9 اللي هو مراكز التمهيدية، ارتفعت الشارة كذلك، وضعت التسعيرة، حرص ملاك الهجن على مشاركة من بداية الموسم، استوت مشتريات في المركاض الأول كذلك، انتقلت ملكيات بعض من الهجن من هجاء ملان القبائل اللي مؤسست هجاء الرئاسة. أتمنى جميع المشاركين واللي ناويين أنهم يشاركون في هذه التمهيديات اللي توضعها هجاء الرئاسة والتسعيرات الأسبوعية، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نعم. وسالم. والله أبو خليفة، بداية أنا احنا نشكر رب العالمين ونشكر سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه ونائب رئيس الدولة على هذا الدعم، وشيوخنا الله يطول عمارهم. وتسعيرة هجن الرئاسة في عاصمة الميادين واضحة من العام وقبل العام، يمكن السنة الإضافة الجديدة اللي هي سن الإذاع، أما التسعيرة فهي معروفة، الشوط الأول 1,200,000، شوط الجعدان 1,000,000، البكار على 1,000,000، الجعدان على 800، هذه أول 5 أشواط. وشفنا السنة أبو خليفة، نعم السنة سالم عفوا اللي في سنة الإذاعة كذلك، نعم السنة الموسم تقدم أبو خليفة بدأ شهر 10 شهر 9، البكرة هذه جاية من المملكة العربية السعودية عند بن براية، كلها أشواط رئيسية تسبق في الشوط الأول في المملكة العربية السعودية، حلف الحظ والله وفق رعيها وخذت التسعيرة. نتمنى إن شاء الله الله يوفق هجن الرئاسة فيها. هجن الرئاسة مؤسسة داعمة رئيسية لهذا الركض، مثل مؤسسة هجن العاصفة، مثل هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد الله يطول عمارهم، الشيوخ كلهم داعمين. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. دائما التسعيرات في بداية الموسم، نعم، أي مؤسسة تستطيع أنها تحصد السبق أبو خليفة. نعم، نحن نشكر جميع القائمين على ميدان الوثبة وكذلك على ميدان المرموم وعلى جميع الميادين. نحن في برنامجنا برنامج الأصائل راح نحاول نغطي جميع السباقات في جميع الميادين في دولة الإمارات. من جهتها افتتحت الإمارة الباسمة موسم سباقاتها عن طريق مهرجان حاكم الشارقة الذي أقيم في نادي الذيد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونتوجه له بالشكر على هذه الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم الكبير لما يقدمه لمجتمع وعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة هناك في إمارة الشارقة. كذلك محمد سباقات هناك كذلك في الإمارة في إمارة الشارقة، وميدان الذيد كان حافل بتحديات كبيرة لأبناء المنطقة الشمالية وإمارة شارجة والمناطق الشمالية. صراحة ميدان الذيد من ميادين من أوائل الميادين اللي في دولة الإمارات، وميدان الذيد يقطنون فيها خيرة ملاك الهجن والمنتجين في هذه الرياضة في هذا في عالم سباقات الهجن. والمهرجان اللي نشوفه يقدمه ميدان الذيد لسكان الميدان وللضيوف القادمين، مهرجان متميز تظهر منه ندر الهجن السبق، يظهر منها نوادر الهجن السبق، والمستريات كذلك مستمرة في هذا الميدان من قبل أبناء القبائل، مركزين كل التركيز على هذا الميدان. التجار اللي هم ينوون يشترون السبوق، ميدان الذيد ميدان قديم، ميدان يحوي على أصائل ويحوي على سبق، واللي يشاركهم في هذا المهرجان نخبة الركاب في هذه المنطقة منطقة الذيد واللي حولها. نعم أبو سالم، تحديات كبيرة في ميدان الذيد مثل ما تابعنا. والله أبو خليفة احنا شفنا المهرجان والله يطول عمر حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد على دعمه لهذه الرياضة، ولم استغرب من حكامنا الله يطول عمارهم، شفنا 35 شوط توزعت على 8 رموز، 8 جوائز رئيسية، شوطين للصعوب، 10 رموز. هذا المركاض مركاض مفتوح بو خليفة، نعم، لجميع المشاركين، مش مقتصر انها بس المشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة، جميل. لجميع أخواننا الخليجيين مسموح لهم انهم يشاركون في هذا المهرجان. جوائز قيمة من حاكم الشارقة. دائما هذا الميدان من أعرق الميادين، يمكن تأسس سنة 80 أو 81، ميدان قديم
ندر الحلال شفناه مشارك في الأشواط اللي استوت في هذه المكرمة، وهذه المكرمة مش من اليوم بخليفة، يمكن من 15 أو 10 سنوات، وهي كل سنة مستمرة بدعم من سمو الشيخ سلطان. ولكن العام شفنا منافسات من كيلوين، السنة شفنا منافسات من كيلوين، وهذه المكرمة كانت فيها سن اللقاية وسن الإيداع. من كم سنة، من 8 سنوات، خلوها لسن الفطامين، لأن يقول لك بداية الموسم والناس أكثرها تبغي تبيع. والله يوفقهم، ونشكر اللجنة صراحة في الميدان على رأسهم بن هويدن، مطر بن هويدن، على الترتيب الطيب. وهذا مش ما يستغرب من أهل الذيد، هذا المهرجان ناجح بجميع مقاييسه. نعم، ننتقل من ميدان الذيد مباشرة إلى ميدان الطائف، وعلى نفس النهج يحظى أشقاؤنا من أهل الهجن في المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقد شهدت محافظة الطائف تنافس حقيقي في مهرجان ولي عهد السعودية الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. مهرجان كذلك انطلق في الموسم الماضي، وكان منذ انطلاقته الأولى أبو سالم تتوجه الأنظار بشكل كبير نحو ميدان الطائف ونحو مهرجان ولي العهد السعودي. بخليفة، مهرجان الطائف بدعم من ولي عهد المملكة العربية السعودية الله يحفظه محمد بن سلمان دعم كبير ومتميز. أنا يمكن العام الناس اللي يعني تشرفت وحلفني الحظ أني شاركت في الاستديو التحليلي في مهرجان الطائف. نعم بخليفة، قبل الركض يمكن 15 يوم أو 10 أيام كان الميدان عادي، أقل من العادي. نعم. توجيهات سمو الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بوضع نادي أو ميدان حديث بجميع مقاييسه، يمكن في 10 أيام الشركة خلصت جميع الأعمال والشغل في الميدان. شفنا ميدان حضاري متميز، دائما أهل المملكة استبشروا خير بهذا الدعم من سموه، وعودة الهجن المملكة إلى المنافسات في عالم سباقات الهجن. صاحب السمو الملكي أعطى الروح لملاك الهجن في المملكة العربية السعودية أنهم يهتمون بحلالهم ويعدون العدة لهذه المهرجانات. هذا مهرجان العام ومهرجان السنة، هذه بكرة الشمري اللي عند بالكيلة أيضا صاحبة أول الأشواط في ختام السنة، وكان يعني نهايته جدا متميزة، مشاركة إماراتية سعودية في أول الأشواط. الهجن في المملكة مدعومة دعم كبير من الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده، وشفنا هذا الميدان الحضاري وهذا الميدان المتميز. أيضا شفنا الدعم هنا عندنا من مؤسسة هجن الرئاسة، مؤسسة هجن العاصفة، بالمشتريات اللي نشوفها في ميدان الطائف، هجن النايفات، هجن الأمير تركي، أيضا دعم كبير لهذا الميدان وهذا الحلال المتواجد في الطائف. والطائف يعني مدينة جدا جميلة أبو خليفة، فيها البراد وفيها الرئيس الطيب وفيها الناس الطيبين، ومركاض فيها يعني مركاض عالمي، لو تصير أنت مرة الطائف ما بترد منك في الوقت هذا ألين يجيك البراد. فحنا نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ونقول يعني نتمنى يعني من هذا المنبر أن نشوف في قادم الأيام هجن تحمل هجن اسم المملكة العربية السعودية، يعني مثل ما عدنا حنا هجن الرئاسة، هجن العاصفة، نشوف هجن المملكة العربية السعودية بدعم حكومي في المنافسات الخليجية. نتمنى ذلك. أبو حمد، مهرجان ولي العهد من المهرجانات اللي يستهدفها جميع أبناء دول مجلس التعاون، ما بنقول بس أبناء المملكة العربية السعودية، لكن الكل يستهدف هذا المهرجان في ظل أجواء مميزة وأجواء باردة في محافظة الطائف. أبو خليفة، الطفرة السوقية اللي شفناها احنا من بداية المقيض في هذا الموسم، أحد أهم أسبابها هو مهرجان الطائف. المؤسسات اللي اشترتها من بداية الموسم، من بداية المقيض، يشترون لمهرجان الطائف. صحيح السبوق ما لها وقت، والسبوق مكسب للعزبة وفائدة للعزبة، لكن التركيز مستمر لهذا المهرجان. مهرجان الطائف سوى نقلة نوعية لهذه الرياضة، ويشكرون صراحة الأمير محمد بن سلمان كذلك القائمين على هذا المهرجان،
بتوقيته. توقيت كانوا الناس بدايته كانوا متهوبين من توقيته، توقيته بداية الموسم وركاب في قل جهوزية، لكن عطايا الله وين بتقبلهن، وين بتجهزهن، في أي وقت بتجهزهن بيعطنك على ما أبغان. ميدان الطائف قبل كم سنة لما قطوع رمسة أبو حمد أبو خليفة كان دعم شعبي، آخر الموسم يتبرعون الناس الموجودين في الميدان من الصندوق. نعم يتبرعون بالجوائز، اللي يحط سيارة، اللي يحط جائزة، اللي يحط ما أدري. من سنتين الله يطول عمر الملك ولي عهده، لا أصبح دعم حكومي ودعم كبير لهذا الميدان وهذه المنطقة، منطقة الطائف التابعة لإمارة مكة المكرمة شرفها الله. فاليوم دعم كبير، تشوف الميدان أنت كيف معدل كيف مرتب. قبل كم سنة تشوف تيم ركاض الطائف تحصل الركض عادي، يعني ركض اللهم أنه تصوير. نعم. ودعم شعبي، دعم كبير. نعم. من اليوم ما في دعم شعبي، اليوم في دعم حكومي. نعم. وهذا الدعم أوصل الهجن لهذا المستوى، ونشوف الهجن ما شاء الله ركض واتيام. السنوات القادمة المملكة بيكون لها شان أكبر منها شان في عالم سباقات الهجن، وهم ما قصروا من العام والسنة، وكذلك نتمنى لهم أن ينزل. كيف تشوفون انطلاقة هذا الموسم؟ نارية والله، موسم استثنائي، موسم متميز. نشوف أن جميع المؤسسات حريصة على اقتناء السبوك، نقول يا أهل الحلال اللي عنده سبوك وما جهزت ليش تطفي في تجهيز حلاله، يخليها على الوقت اللي هو يبغيه. فالموسم بدايته موسم متميز، في نص الموسم وآخر الموسم بيكون أيضا جوائز أكثر، مشتريات أكثر. نشكر الله أول شيء على نعمة الأمن والأمان، نشكر الله على هذه الحكومة الداعمة لهذه الرياضات وجميع الرياضات. والله يطول عمر الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد وحكام الإمارات وولي العهود على هذا الدعم اللامحدود في عالم سباقات الهجن. نعم، إلى هنا تنتهي فقرات حلقة اليوم في محطتنا الأخيرة، ونتوقف عند أبرز الأحداث القادمة في مختلف الميادين والتي ستشاهدونها دائما مباشرة من قلب الحدث عبر قناة دبي ريسينج. البداية كانت مثيرة للغاية في انطلاقة موسم عالم سباقات الهجن هنا في دولة الإمارات وكذلك في المملكة العربية السعودية. برنامج الأصايل سيستمر معكم أسبوعيا، حلقة أسبوعية تكون حصاد لجميع النتائج، حصاد لجميع الإنجازات، بالإضافة إلى فقرات راح نضيفها في هذا البرنامج. إذن أنتم على موعد مع برنامج أسبوعي لقناة دبي ريسينج، يرصد لكم جميع الأحداث وجميع السباقات الهامة. هذه الحلقة الأولى وصولا إلى المهرجانات الكبرى
وختامها في هذا الموسم سيكون مهرجان ختامي المرموم في أبريل 2020. شكرا لك علي بن سالم وداود درع على التواجد. العفو أبو خليفة، احنا حاضرين في أي وقت يخدم رياضة سباقات الهجن. نعم، شكرا لك عبد الله بن حمد بن بهيان. العفو أبو خليفة، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى جميع ملاك الهجن التوفيق في هذا الموسم. نعم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم. هذه تحياتي أنا عصام الخامري، وتحيات كذلك المخرج المبدع عادل مرعي. مع السلامة.